نقفل يا مصطفى المايك لو سمحت، شكرا. أخدنا مقدمة عن الوحدات وإزاي إن إحنا بنحول من وحدات مختلفة، من الكبير للصغير أو من الصغير للكبير. النهاردة هنشتغل في الجد، يعني النهاردة هنبتدي نشتغل في الجد. الصفحة دي باينة قصاد منكم، الصفحة اللي فيها الأسماء كده باينة. الصفحة اللي قدام اللي فيها الأسماء بس، ما فيش حاجة ظاهرة غيرها. ما فيش أي شاشة بيضاء جنب منها؟ لا طيب برضو احنا ايه هنشتغل كده. كده في صفحة بيضاء وضحت؟ ايوه يا مس، ايوه كده صح. تمام. انا حابب بس ان انا اقول وتحملوني شوية كده، الميكانيكا والرياضة مش عايزة حفظ، الميكانيكا والرياضة عاوزة فهم. لابد ان انا ايه افهم القوانين وافهم الحركة بتاعتها بتمشي ازاي. انا طبعا النهاردة هناخد حاجة اسمها قوانين الحركة. قوانين الحركة، حاجة غلط في القلم. قوانين الحركة، وقوانين الحركة دي بتكون في مادة الميكانيكا للأجسام مالها المتحركة. وهنا أنت بتدرس جزء مهم جدا وهو الديناميكا، يعني بيدرس في الأجسام اللي بتعمل حركة. أما الأجسام الساكنة دي بتخش تابع حاجة اسمها الاستاتيك يعني. فأول قانون بيقابلنا من قوانين الحركة اللي هو عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون. وخلي بالك دي بنسميها حركة أفقية، زي حركة القطار والسيارة، حركة أفقية. يبقى عندي مستوى كده تحرك عليه إيه؟ جسم في هذا الاتجاه. اللي حاصل إن الجسم ده علشان يتحرك في الاتجاه ده كده، في مشكلة خالص، تمام؟ لابد إنه يكون له سرعتين. السرعة دي سميها عين، سميها السرعة النهائية، ويبتدي بسرعة ابتدائية ويمشي بعجلة في وقت زمن. السرعة سواء كانت عين أو عين صفر، سواء كانت الابتدائية أو النهائية، اللي يهمك في الميكانيكا لازم تخلي بالك من الوحدات. اللي يهمك في الميكانيكا خلي بالك من الوحدات، لازم تكون بالمتر لكل ثانية أو السنتيمتر لكل ثانية أو الكيلومتر لكل ساعة. دايما مسافة على زمن، مسافة على زمن، مسافة على زمن، تمام؟ دي السرعة. يعني ما ينفعش أقول السرعة بتساوي 5 أسكت، ده ما ينفعش، لازم أديها إيه الوحدة بتاعتها. طيب العجلة اللي هي جيم دي، سنتيمتر كل ثانية تربيع، متر كل ثانية تربيع، كيلو متر كل ساعة تربيع. الزمن مربع لأنه بيقسم السرعة على الزمن. خلاص، دي شوية ملاحظات كده ايه لابد في البداية ان احنا نقولها.
يا رب نكون كتبنا القانون الأول. حد يرد عليا كتبنا القانون الأول؟ كتبناه يا مس. طيب طالما احنا كتبنا ان عين سواء عين صفر زائد او ناقص جيم نون، ناخد مثال صغير. قول لي احسب السرعة النهائية إذا علمت أن السرعة الابتدائية للجسم 5 سنتيمتر كل ثانية، والعجلة 4 سنتيمتر كل ثانية تربيع، في زمن قدره 1 ثانية، الحل لو انا مشيت كده وبدأت احل على طول غلط، لازم اخد بيانات كده على جنب في الهامش واقول احسب السرعة النهائية، الراجل ده عاوز عين ولا عين صفر؟ عاوز يحسب عين ولا عاوز يحسب عين؟ طيب اذا علمت ان السرعة الابتدائية اللي هي عين صفر هتساوي 5 سنتيمتر كل ثانية، والعجلة اللي هي جيم هتساوي 4 سنتيمتر كل ثانية تربيع، في زمن قدره نون بتساوي 1 ثانية. التعويض بيبقى مباشر، لازم اكتب القانون علشان الراجل طالما ما قاليش عجلة تقصيرية يبقى ايه، باخد اشارة مجابة وابتدي اعوض عين صفر ب5، العجلة ب4 في 1، بتطلع 9 سنتيمتر كل ثانية. في حد عنده مشكلة في تطبيق القانون الأول؟ لامس ما فيش مشكلة. إذا ناخد كمان مثال. هنا الراجل في المثال الأولاني بيشوفك أنت حافظ القانون ولا لأ، تمام؟ في القانون التاني يبتدي يشوفك انت تعرف تحول من وحدة المتر للسنتي ولا لا، او الكيلومتر كل ساعة للسنتيمتر كل ثانية ولا لا. نشوف كده مثال تاني. كل ده في المثال الاولاني او القانون الاولاني. مثال اتنين بيقول لي اذا كانت السرعة الابتدائية 400 سنتيمتر كل ثانية، والعجلة 1.5 متر كل ثانية تربيع، والزمن قدره 3 ثواني، احسب السرعة النهائية. حل سهل جدا، باخد بياناتي عن صفر وانا شغال، خلي بالي لان انا في الدبلوم يعني انا على اعتاب الجامعه، عين صفر بتساوي كذا سنتيمتر، والعجله عطاني 0.5 متر كل ثانيه تربيع، واعطاني زمن ب3 ثواني، وعاوز يحسب السرعه النهائيه وما قاليش الوحدات بتاعتها. ممكن يربطك يعني، ممكن يقول لك احسب لي السرعه النهائيه بالمتر كل ثانيه او السنتيمتر كل سنة على حسب ما هو يقول، انما سابني يبقى انا حر اعمل اللي انا عايزه. واضح؟ عايز حد يشاركني كده حل؟ انا يا مستر. انا مستر. مين اول بنت قالت انا؟ ايه منى محمود. يلا يا منى. طيب هتبقى عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون إيه بتساوي 400 زائد 5 من 10 في 3. هقول لك حاجة يا منة تخلي بالك منها جدا مستر، واحنا مش هنحول؟ ايوه هنحاول والله، لسه بقول لها. هقول لك حاجة يا منة خلي بالك منها. بص يا منة، الربعمية اللي انت قلتها دي سنتيمتر يا حبيبتي، سنتيمتر كل ثانية.
والنص ده متر لكل سنة. ما ينفعش، يا اما احول يا منا نقفل المايك، يا اما يا منا نحول السنتي الى متر، يا اما نحول المتر الى سنتي زي ما انت عايز. خلاص، لو انا قلت هحول السنتي الى متر يبقى 400 دي نعمل فيها ايه يا اولاد؟ هنقسمها على 100، نقسمها على 100 هتبقى 4 متر لكل ثانيه، هتبقى 4 متر لكل ثانيه زائد، والنص دي هعمل فيها حاجه؟ لا مش هعمل فيها حاجه، زي ما هي 5 من 10 هي النص في 3، تطلع 5 ونص متر لكل ثانيه. منا معايا؟ مع حضرتك. هو عمل معاكي ايه يا منا دلوقتي؟ خمك. انت قلتي ده انا شاطره وانا سبع البرومبه وانا حافظه القانون، يلا شيل يا ولد عين وحط ال 400 وشيل العجله وحط النص وشيل النون حط 3، هي دي الميكانيكا والميكانيكا سهله. لا، انا بدات الحوار معاكم ان هي عايزه شويه تفكير، واخدت مثال مباشر، واخدت ايه؟ مثال مباشر، وقلت يا شباب عوروا تعويض مباشر. في المساله الثانيه بدا يلوعني بايه؟ انه اعطاني واحده بالسنتي يا منة واعطاني واحده بالمتر، اقول له اسفه ما ينفعش، انا حافظ القانون انما لازم اخلي بالي من وحدات. يا ويجي هنا قانون مباشر وكل الناس اللي بتذاكر الرياضه والميكانيكا عارفاه، ان الميكانيكا عباره عن قانون زائد وحدات. لو انا شاطر جدا في القانون وحفظت القانون بس خايب في الوحدات، ما بعرفش احول يا مستر متر الى سنتي، من سنتي الى كيلو متر وهكذا. طب خلاص انت خايب، يبقى الميكانيكا مش هتنفع. خلاص يا منى؟ تمام. يا رب نركز في المثال اللي جاي. طيب بعد كده الراجل قال لي ايه؟ قال لي خد بالك اذا ذكر في المسألة أن الجسم بدأ الحركة من سكون، فإن يا عمي عين صفر بتساوي صفر. يلا، حاجة تانية خالص. مثال، قول لي احسب السرعة النهائية لجسم بدأ حركته من السكون بعجلة خمسة متر كل ثانية تربيع في زمن قدره 20 سنة. مين يعرف يحل؟ أنا يا مستر حلمة. لا، الشاب اللي قال اسمه ايه؟ مصطفى. قول يا مصطفى عشان انا بس يا شباب مش قدامي الاسماء عشان كده نقول اسمه. اول حاجه يا حبيبي، يلا تمام، بيانات نطلع في الهامش الاول عن بيانات المساله. يلا بينا، قول لي اول معلومه في المساله. صفر. مش هي دي اول معلومه يا مصطفى؟ عن صفر عاوز يحسب السرعه النهائيه. حلو، يحسب السرعه النهائيه، لازم دي اول معلومه. الجسم بعد بدأ كده حركته من السكون، اقول له على طول بدأ حركته من السكون، يبقى عين صفر بصفر. برافو عليك. بعجله 5 متر على الثانيه تربيع زمن، والزمن 20 سنه. 20 سنه، برافو عليك. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. عين بتساوي، اقول له القانون، زائد ج ن زائد جيم نون. يلا بينا، هتساوي صفر زائد 5 في 20. 25 بكام؟ بمية. وحدتك ايه بقى باشا؟ الوحدات هتبقى متر على الثانية. برافو عليك، ممتاز. يبقى كده احنا أخدنا مثال في لما يقول
ان الجسم بدأ حركته من السكون احط له عين صفر بصفر. طيب دي معلومة، دي معلومة. طيب يقول لي كمان خد معلومة يا ولد كمان، اقول له ايه؟ يقول لي اذا وقف الجسم بعد الحركة فإن عين بتساوي صفر. يعني جسم متحرك زي القطر كده وبعد كده وقف، يبقى السرعة النهائية بتاعته بكام؟ بصفر. السرعة النهائية بكام؟ بصفر. تمام. ويقول لي كمان ملحوظة ايه هنا، اذا ذكر في المسألة ان العجلة تقصيرية، عارف يعني ايه عجلة تقصيرية؟ القطر هو داخل المحطة بيهدي ولا بيزود السرعة؟ بهدي يا مستر. بيهدي، بيقلل، بيقصر. تمام. تقصير العجلة ده يبقى سالب، يبقى في القانون سالب. يعني ايه سالب يا مستر؟ هيبقى عين بتساوي عين صفر سالب، سالب يا مستر جيمنون. واضحة؟ واضحة ولا صعبة؟ واضحة ولا صعبة؟ واضحة يا مستر. يعني أنا قلت معلومتين، قلت والله إذا وقف الجسم بعد حركة زي القطر وهو داخل المحطة يبقى هاخد دي بصفر، وطالما هو في طريقه إلى إنه يقف يبقى بيقلل سرعته، يبقى تقصيرية. سواء هو ذكرها في المسألة واضحة صريحة أو لم يذكرها. يعني افرض قال لي جسم وقف بعد 3 ثواني، ما قاليش كلمة العجلة التقصيرية دي يا ولاد، ما جابش سيرة خالص عنه. الله. طب ما هو وقف، يبقى هو كده كده كان ماله بيهدي، بيقلل سرعته، بيقلل العجلة بتاعته، تبقى بالسالب. يا رب تكون وضحت. طب مثال، احسب السرعة الابتدائية لقطار، تمام، يتحرك بعجلة تقصيرية قدرها 3 متر كل ثانية تربيع في زمن قدره 5 ثواني، وعندها يقف القطار. الحل، الراجل اعطاني معلومتين، انه يقف ده يبقى عين النهائية بصفر. مين هيشتغل معايا؟ يقول لي اسمه بس. انا اشتغل يا مستر. اسمك ياسمين. انام ياسمين معايا، يلا يا ياسمين. اول حاجة عايز عين صفر بتساوي مطلوبة، تمام، سالب جيم بتساوي 3 متر على الثانية تربيع. هقول بص يا من، بص يا ياسمين، هقول جيم بتساوي 3 متر كل ثانية تربيع، تمام؟ تمام. وبعد ولما كده عوض في القانون بتساوي هقول 5 ثواني. هقول لك اهو، والزمن بيساوي 5 ثواني. وعين بتساوي ويقف صفر. يقف القطار يا حبيبي، السرعة النهائية بصفر. بتساوي صفر. هعوض في القانون عين بتساوي عين صفر سالب جيم نون. برافو عليك. بقى هنا بقى يبقى نقوله سالب ايه؟ جيم نون. طالما قال لي عجلة تقصيرية يبقى ناخد هنا بالسالب، بدل ما اقول له جيم بتساوي سالب 3 وكده، يبقى دي بصفر اهي، صح؟ نعمله ايه بقى في دول بقى؟ دول نعمله بتساوي فيهم عين صفر مجهولة سالب 3 ايوه في 5، سالب 15 اللي هي 3 في 5 هتروح الناحية التانية، يعني عين صفر هتساوي 15 متر على الثانية. ماشي، انا موافق، بس انا عايز احول قبل ما اعوض. يعني انا هشيل السالب ج ن دي اوديها هناك، هتبقى عين صفر،
هتساوي جيم نون. الجيم بكام؟ ثلاثة. الجيم بثلاثة والزمن بخمسة. خمسة. طلعت عين صفر السرعة الابتدائية 15 متر على الثانية. الله عليك. لا متر على الثانية. الله عليك كويس. ادي متر على الثانية. يبقى انت بتاخد المعلومة وتحل عليها كذا تمرين لغاية ما يبقى عندك يقين. اللي ما يجي لك في الامتحان يقول لك يقف القطار او تقف السيارة او يقف الجسم تعلم تماما. الملاحظات دي احنا كنا بناخدها واحنا قدكم كده في السن. كان يجي المستر يقول لنا ايه يا اولاد خلوا في الكراسة في الاخر تحت كل اسم درس كل القوانين والملاحظات بتاعته. عايز تعرف ملحوظة في القانون بتاع القانون الاول للحركة المنتظمة نقول له ايه نقوم كاتبه ملحوظة اذا بدأ الجسم حركة من سكون يبقى ايه يبقى عندما يقف الجسم يبقى ايه عندما تكون عجلة تقصيرية يبقى ايه. يبقى انا بمجرد ان انا بص في عيني بعيني للاخر صفحة في الكراسة اعرف القانون بايه وكل حاجاته وكل حاجاته. طب والنصيحة التانية يا مستر ان احنا لابد ان احنا نكون ايه كثيري التدريب. لازم نتدرب كتير على القانون الاول. طيب انا بصراحة بعد اذنك يا مستر. مين مصطفى اسمك ايه مصطفى قول يا مصطفى. في بالنسبة للمسألة اللي فاتت ديت انا برضو لو سبت الاشارة موقف زي ما هي هتطلع برضو نفس الناتج يعني عادي يعني لو ستة. مين اللي قال كده يا حبيبي؟ مين قال لك كده بس بالراحة؟ مين قال لك ان انا لو سبت الاشارة موجبة تفضل عادي؟ ازاي؟ ده انا لو دخلت الاشارة هنا بالموجب معايا؟ عايز اضيع اودي الجيم نون دي برا؟ انا هاخدها هنا بس كده ايه؟ ملحوظة عشان خاطر مصطفى بس هنا كده. لو انا قلت يا مصطفى عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون ودي راحت بصفر ده ايه رايك في الجيم نون دي لما تيجي تطلع بره علامه تساوي تطلع بالسالب ولا بالموجب؟ ده هتطلع بالسالب مع تغيير اشاره. يبقى ازاي بقى زي ما هي أيوة. هتبقى سالب 15 متر لكل سنه فيها تغيير. اه طبعا فيها تغيير. تمام ماشي يا مصطفى. تمام تمام تمام. طيب قول لنا بقى حاجه. انا صوتي واطي يا شباب ولا كويس ولا كويس؟ لا تمام تمام طيب. طيب هقول لكم حاجه. هناخد مساله واكتبوها معايا. بيقول لي بدا اكتبوها عشان انتوا اللي هتكتبوا اول واحد هيقول الحل هو اللي هيبقى شاطر في الدرس النهارده. بدا جسم من السكون يبقى بدأ الحركة بتاعته من السكون بعجلة 5 متر كل ثانية تربيع. عاوز يحسب السرعة بقفل المايك عشان الناس اللي عندك انا ما اسمعهمش بعد 4 ثواني من بدء الحركة. معاك دقيقة عشان تقول لي الحل بسرعة. معاك دقيقة اتفضل حل. 20 بابا حل في المس 20 ايه 20 بطيخة ولا 20 شمامة؟ 20 متر على الثانية. 20 متر على الثانية. متر على الثانية يعني البنات صوتها طالع والصبيان لا حول ولا قوة الا بالله. فين الشباب بقى؟ يعني البنات بص انا لسه بس شايل ايدي من على القلم لقيتهم حلوا المسألة. مستر انا اللي قلت اول واحد. انا اول واحد قلت بس يعني لما سمحت حد بس هم صوتهم بس هما صوتهم مسلسع شوية. طب يلا بنت من البنات غير ال غير ياسمين وغير منا. أنا يا حل معايا المسألة. مين؟ أنا. مين معايا؟ رحمة. يلا يا رحمة. أنا أول واحدة قلت العشرين أصلا. طب معلش ناخده رحمة وبعد كده هناخدوك أنت شاطر. يلا يا رحمة. عشان نقول بدأ جسم من السكون يبقى عين صفر
صفر. برافو، دي معلومة مهمة جدا وتستاهل عليها 5 صفر. ماشي، بعجلة 5 متر على الثانية تربيع جيم بيساوي 5 متر على الثانية تربيع. كملي لسانك اللي هقطعهولك ده. حاضر، احسب السرعة. عين، عاوز عين ولا عين صفر؟ لا هو عايز عين. تمام. مش بعد زمن 4 ثواني. يلا. يبقى نون بيساوي 4. هنقول عين بيساوي عين صفر زائد جيم نون. برافو عليك. ماشي، العين صفر. العين بيساوي صفر. العين بتساوي تشيلوا عين صفر ونحطوا صفر. زائد 5 في 4. تطلع كام؟ 20 متر على الثانية. برافو عليك يا رحمة، شكرا. البنت اللي قالت انا اول واحدة قلت 20، اسمك ايه؟ رباب. رباب؟ اه. قولي معايا يا رباب المسألة اللي جاية دي، يلا. طيب. شوفوا رباب بقى وجمال رباب. اسم جميل رباب ده. مين اللي سماك يا رباب الاسم ده، بابا ولا ماما؟ يا رباب. ماما. طيب، اوجد مقدار، اكتبي معايا يا رباب، اوجد مقدار العجلة التي يتحرك بها جسم. ماشي، إذا كانت السرعة الابتدائية، السرعة الابتدائية بتساوي 100 سنتيمتر كل ثانية، والسرعة النهائية، والسرعة النهائية تساوي 90 سنتيمتر كل ثانية. في زمن قدره 10 ثواني. رباب معايا؟ اه معاك يا مستر. قريت المسألة كويس؟ اه قريت. اخدت بالك من ايه بقى؟ اوجد مقدار العجلة تتحرك بها جسم ايه اذا كانت سرعته الابتدائية، اوجد مقدار العجلة التي تتحرك بها جسم اذا كانت السرعة الابتدائية 100 سنتيمتر كل ثانية والسرعة النهائية 90 سنتي في زمن قدره 10 ثواني. أنا عايز الملحوظة بتاعتك يا رباب، لو أنت شطورة فعلا. مش عارفة، وأنا هو عايز الجيم. هو عايز الجيم، بس في ملحوظة أهم من الجيم في علاقة السرعتين ببعض. في حد خد باله؟ السرعة الابتدائية أكبر من النهائية. السرعة الإيه؟ السرعة الابتدائية أكبر من النهائية، معناه كده إن هو كان بيقلل السرعة. الراجل ده ماشي، طول ما هو ماشي بيقلل سرعته، بيقلل عجلته، يبقى وأنا مغمض لازم العجلة تطلع تقصيرية بالسالب، وأنا مغمض لازم العجلة هنا تطلع بالسالب. طب تعالى يلا بينا، يلا يا رباب نكتب بقى المسألة مع بعض. هو عاوز الجيم. يلا. والعين صفر 100 سنتي لكل ثانية. عين صفر 100 سنتيمتر كل ثانية. برافو عليكي. والعين 90 سنتي لكل ثانية. والعين والزمن 10 ثواني. 10 ثواني. يلا بينا هنقول العين، بما أن عين زيرو ناقص جيم نون. مش مفروض ناقص؟ ليه أقول ناقص ليه دلوقتي؟ ده لسه هجيبها بيقلل السرعة، وهي وانا لما هجيبها وتطلع بالسالب يبقى حاجة تثبت لنفسي ان هو الراجل ده بيمشي عجلة ايه، عجلة تقصيرية. تمام يلا بينا. تمام، يبقى 90 بتساوي، لا قبل ما تعوضي خلي التعويض ده اخر مرحلة. لو احنا فعلا طلب الدبلوم وعلى وشك ان احنا نكون في معهد او في كلية، يبقى لازم تسمعوا كلام الراجل الكبير اللي معاكوا ده. لا تخلي التعود ده في اخر حاجه. يعني اولا تاخدي عين صفر دي وتكرشيها من هنا خالص، طلعيها بره. يعني تخلي كده عين ناقص عين صفر بتساوي جيم نون، خلاص. وهو الراجل طالب مني مين؟
جيم صح، يبقى الجيم هتساوي شرطة كسر عين ناقص عين صفر على مين؟ على نور. يلا بينا عوضي بقى. مية بتساوي ناقص مية، هنقوله عين النهائية بتسعين ناقص مية على نون اللي هو كام؟ عشرة. تمام، هدينا هنا ايه بقى فوق؟ سالب عشرة على عشرة، سالب عشرة على عشرة فيها سالب واحد، عشرة على عشرة واحد سنتيمتر كل ثانية تربيع، طلعت بالايه؟ سالب. يبقى دي عجلة تقصيرية. طب ما احنا عارفين من قبل ما تقول يا حبيبي انها تقصيرية، لان سرعة النهائية اقل من عين، بقت اقل من عين صفر. يبقى وانت بتقرأ المسألة في الامتحان تمام، تخلي بالك لو ان السرعة النهائية اقل من السرعة الابتدائية يبقى لابد ان تكون العجلة ايه؟ تقصيرية. طيب نخدم مسألة كمان. مين اللي هيحل معايا؟ انا يا مس. اسمك؟ انا يا مس. ياسمين. ياسمين حلتي معايا مش كده؟ حد تاني؟ انا. انا يا مستر ممكن احل. اسمك الشاب الاولاني؟ انا مصطفى. لا مصطفى حليت، غير مصطفى. انا محمد يا مستر. محمد. أيوة. طيب بص يا محمد، هو احنا قلنا امتى الجسم يقف؟ تقدر تقول لي امتى الجسم يقف؟ لما العين بتبقى بصفر. اه لو جي صفر يبقى الجسم هيقف. ماشي الكلام؟ طيب اذا قال لي هو الراجل، خلي بالك انا بختار على مسألة، يعني اذا هو قال لي اعطاني السرعة الابتدائية واعطاني العجلة، خد بالك. طيب وقال لي انا عايزك تقول لي بعد قد ايه الزمن الجسم هيقف، يبقى يطلب الزمن. حلو حلو. والعجله لابد طالما الجسم هيقف يبقى العجله ايه؟ تقصيريه. تقصيريه، والقانون يكون بالسالب صح؟ ايوه. طب خد المساله دي يلا. احسب الزمن الذي يقف عنده قطار يتحرك بسرعة ابتدائية قدرها 100 متر كل ثانية تربيع. تمام، 100 متر كل سنة العجلة يا مستر دي صح؟ سرعة. لا سرعة 100 متر كل سنة، دي سرعة ابتدائية. تمام تمام. وعجلة مقدارها 400 سنتيمتر كل سنة تربية. الحل اتفضل. هحول العجلة الابتدائية لسنتيمتر على الثانية. مش نقوله على طول نخش على البيانات كده، نكتب البيانات الفوق. البيانات الزمن فاجنون تمام. العين النهائية بصفر، برافو عليك. العين الابتدائية بمئة متر على الثانية تمام. العجلة بربعمية سنتيمتر على الثانية تربيع. تبقى على طول ما هسمع كلامك اهو شغال تمام. انا كده سمعت كلامك. نعم انا كده سمعت كلامك. لا
ليه؟ ما انت قلت لي حول العجلة للمتر، حولتها لك اهو. لا لا انا قلت النهائية لسنتيمتر على الثانية. وهما الاثنين زي بعض برضه يا مستر. سواء في الحالة دي، سواء انا حولت السرعة الابتدائية اللي هي 100 متر كل سنة ضربتها في 100 تمام، او سواء ان انا حولت العجلة الاثنين دي ما تشغلكش. امتى تشغلك؟ امتى تشغلك يا محمد؟ لما يبقوا الاثنين مختلفين. لا ما هما الاثنين مختلفين، هم انا لازم اظبطهم. لما هو يقول لي في الامتحان يقول لي احسب السرعة النهائية بالسنتيمتر كل سنة، هنا هو هنا هو ألزمني ان انا اشتغل بالسنتيمتر كل سنة، ما قال ليش اشتغل زي ما انا عاوز. تفضل. تمام، هنستخدم القانون عين بتساوي عين صفر ناقص جيم نون عشان عجلة تقصيرية. برافو عليك. عين النهائية بصفر هتساوي 100. طلع جيب من برا. ماشي، مش احنا لسه قايل دلوقتي الكلام ده. يبقى عين النهائية النون. خلي الملحوظة اللي انا قلتها لزميلتك من قيمة شوية، انك خلي نعود نفسك انك تعود في الاخر عشان الارقام وما تضايقكش، تعود في الاخر. يعني تقول لي هنا الزمن بيساوي ايه بقى؟ هنا الزمن بتساوي عين صفر على جيم. برافو عليك، عين صفر على جيم. خلاص كده تجيب ارقام وتعود على طول. يبقى 100 100 على 4 25 سنة. 25 سنة، برافو عليك. وبكده بينتهي درسنا النهاردة، وان شاء الله معادنا بكرة الساعة 8 في يونت 3 في الانجليش، ويوم الحد ان شاء الله معادنا في اول حصة في التفاضل ان شاء الله. اي حد له استفسار يا شباب؟ اي حد له اي استفسار؟ بشكركم جدا، شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.